دشنت جمعية العطاء التنموية الخيرية بمديرية الظاهر محافظة صعدة اليوم عملية توزيع 996 رأس أغنام و25 منحى لنحل ضمن مشروع الإنعاش المبكر والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضح رئيس الجمعية أن تلك المساعدات تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين جراء الأحداث التي تعرضت لها المنطقة خلال الفترة السابقة، مبينا أن المساعدات تأتي ضمن مشروع الإنعاش المبكر الذي تنفذه الجمعية بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أي